السلام عليكم، معكم محمد الزرودي. كان التصويت اليوم لهذا النهار المبارك. تنشكروا الناس اللي درفونا الثقة والناس اللي صوتوا علينا. الزرودي محمد عطاوني النائب السابع مقاطعة تابريكت. نتمنى مسيرة موفقة ونتعاونوا مع الساكنة اللي دارت فينا الثقة ديال تابريكت وتكون أحسن مقاطعة ديال تابريكت بإذن الله. يعني داز هذا الجهد دوز اخوي، يعني بالاجماع ما كاين حتى شي حاجه من الرئيس حتى الكاتب ونائبه، يعني داز في واحد الجو اللي هو اخلاقي. الحمد لله، تتمنى جميع المقاطعات يدوزوا بحال هذه المقاطعه ديال تبريكت. وشكرا، نتمنى مسيره موفقه للجميع.